طيب بشكل سريع بنشوف كيف ممكن نستخدم الكونستراكتور عشان نعمل initialization للأوبجكتس. ذكرنا انه الأوبجكت لايف سايكل او دورة حياة الأوبجكت ايش الدورة تبعته؟ انه بتم انشاؤه، بتم استخدامه، بعديها بتم شطبه. زي البني آدم بالضبط، زي ما حكينا هو بنولد بيعيش بعدين بيموت. في أنا عندي الكونستراكتور، هو عبارة عن بلوك اوف كود بتم استخدامه في لحظة إنشاء الأوبجكت، و الديستراكتور في لحظة شطب الأوبجكت. واتفقنا كذلك انه الكونستراكتور شائع استخدامه اكثر من الديستراكتور، لانه عادة احنا تعودنا لما انا اعرف primitive data type x بتساوي 10 او y بتساوي 11.2 دائما بعرف متغير وبعطيله قيمة ابتدائية، صح؟ فبالتالي الانشلايزيشن شائع استخدامه، او شائع انه انت تعمل انشلايزيشن او تعطي قيم ابتدائية للمتغيرات. كذلك الحال بالنسبة للأوبجكتس، لما تعرف أوبجكت طبيعي جدا أن أنت تعطيه له قيم ابتدائية. فوظيفة الكونستراكتور بيعمل لك هاي الشغلة، وعشان هيك أنه هو شائع استخدامه. بينما الديستراكتور نادرا ما تحتاج أن أنت تعمل شغلات معينة لما نلغي أو نشطب الأوبجكت. فالغرض الأساسي من الكونستراكتور أنه هو يعمل لي instance variable ويعطي initial values للأوبجكت هذا اللي تم إنشاؤه. وإيش دالة الكونستراكتور؟ كيف بعمل كونستراكتور في كلاس؟ اللي هي دالة الانت. الكلاس هذا زي ما ذكرنا سابقا اللي هو البارتي أنيمال، هو عبارة عن حيوان بيحتفل. الاتريبيوتس اللي فيه اللي هي الإكس، عدد المرات اللي احتفل فيها، وهنا أعطينا له اتريبيوت جديد اللي هو النيم، بدنا نعطي له اسم. طبعا هنا initially انه انا عندي 0 احتفل 0 من المرات، وهنا empty string. الان في ال init ليش x هي عدد المرات؟ x هي عدد المرات مش ايش؟ مش name. name اسم ال object، اسم ال animal هذا. لا لا، هذه عبارة عن متغيرات، أنا بختار اسمها زي ما أنا بدي، أنا بسميها زي ما أنا بدي، تمام؟ هجد اليوم كمان حناخذ كلاسز تانية وحتتعود على الأمر أكثر. فبالتالي هذا الجزئية، جزئية البيانات، حكيت أنا بلزمني في البيانات إيش؟ بلزمني أعد عدد مرات اللي احتفل فيها، وبلزمني إنه أنا أعطي اسم للأنيمال هذا. فأنا حكيت X عدد مرات الاحتفال والنيم زي هيك. الآن في الانت طبعا بياخد self نفس الأوبجكت، تمام، أو أوبجكت من نفس النوع يعني، تمام، وZ هذا عبارة عن باراميتر بتم تمريره للدالة init وبيحمل قيمة ابتدائية. هنا بروح بعمل assignment إنه self.name بتساوي Z. هنا السيلف دوت نيم حكينا انه اي بدك تصل لاي شغله جوات الاوبجكت لازم تستخدم السيلف. فانت سيلف دوت نيم هنا بتقصد فيها النيم هذه اللي فيها اللي هي من ضمن الداتا تبعت الكلاس، وبتطبع على الشاشه انه اي ام كونستركتد، تمام. فهي داله الانت. داله البارتي زي ما هي، انه احنا بنزود على الاكس بواحد، بس ضفنا في الطباعة انه النيم احتفل الكاونت اللي هو كذا مرة. فهنا بنطبع self.name وself.x. لاحظ هنا تمرير الباراميتر هذه للكونستراكتور. احنا اتفقنا انه دالة الانت مش انت بتستدعيها، في البايثون بيتم استدعائها لحظة انشاء الاوبجكت. هاي احنا انشأنا دي عبارة عن instance او object من الكلاس party animal، وهنا
مررنا له باراميتر ديناصور، هذا الباراميتر وين حيروح؟ للكونستركتور. فبالتالي الديناصور راح تروح للزد، والزد راح يتم تعيينها في النيم، فبالتالي النيم بتاخد قيمة ابتدائية. تمام؟ واضح يا شباب؟ هنا عرفنا instance ثاني، object ثاني h، هنا party animal، ومررنا له في القيمة الابتدائية اللي هي horse. الhorse راح تروح للزد، والزد راح يتم تخزينها، راح تروح للزد والزد راح يتم تخزينها في النيم. تمام؟ هنا طلبنا من الديناصور يعمل party، بعديها الهورس عمل party، بعديها تاني الديناصور عمل party كمان مرة. لاحظ هنا الناتج ديناصور constructed، هاي الجملة من وين جاية؟ هاي احنا لسه متمسكين في وضع جمل الطباعة في الكونستركتور للتوضيح، عشان تعرف انه فعلا تم استدعائه لحظة الانشاء، بس يفترض انه هاي جملة البرنت مش ضرورية. تمام؟ وهنا horse constructed، هنا الديناصور عمل party مرة واحدة، الهورس عمل مرة واحدة، الديناصور رجع عمل كمان مرة. فبتلاحظ انه كل واحد فيهم له instance خاص فيه. الدي له اسم، ايش اسمه؟ ديناصور. والاكس القيمة تبعت الاكس تبعته قديش قيمتها؟ 2 اخر مرة. والاتش الاوبجكت هذا ايش اسمه؟ هورس. واخر اكس لإله 1، كل واحد له انستانس مختلف، معنى ذلك انه بياخذ قيم مختلفة. تمام؟ الان بدنا نجرب امثلة اضافية، اللي هو مثال ناخذ بيرسون. يبقى هنا ذكرنا انه مطلوب انه نحاول نشوف امثلة اخرى. اول مثال هو البيرسون ككلاس، كخصائص عامة البيرسون كل شخص فيه عنده اسم، فيه له جندر وايج، بكفي على هدول الاتريبيوتس فقط مرحليا بحيث انه احنا نقدر نبرمجهم. تمام؟ مطلوب انه احنا نعملهم initialization في دالة الكونستركتور، ونعمل دالة الwalk ودالة الeat. لاحظ هنا كيف نعمل الكلاس، كلاس بيرسون نقطتين، بنحط الداتا تبعته هنا، البيانات تبعته او الاتريبيوتس تبعته او الخصائص، النيم والجندر والايج. هنا النيم والجندر حطيت initialization ل empty strings، والايج اعتبرتها انتجر وحطيت زيرو. الان في دالة الانت بالاضافه للسيلف، انه اوبجكت من نفس التايب، يعني انه بياخذ نفس الاوبجكت، بدي امرر الان للنيم، والجي للجندر، والاي للايج. ببساطه بحكي السيلف دوت نيم، هنا زي ما اتفقنا السيلف دوت نيم انا مقصد فيها هاي النيم، اعمل اكسس لاي اتريبيوت في الكلاس سيلف دوت الاتريبيوت بتساوي الان. وهنا سيلف للايج سيلف دوت ايج بتساوي اي، وسيلف دوت جندر بتساوي جي. هيك خلصنا الكونستركتور. تمام؟ هنا دالة الwalk def walk بياخد سيلف نفس الاوبجكت، اوبجكت من نفس التايب، وهنا بس مجرد بطبع انه انا بمشي حاليا. ممكن نعمل كمان دالة، كمان capability، دالة الايت بتاخد سيلف وبيطبع انه I am eating. هنا ممكن نعرف two persons، احمد في الكونستركتور بعرف بي واحد بيرسون اسم الكلاس،
هنا في الكونستركتور بمرر احمد وام و 20، احمد ميل 20 سنه، وفي عندي سالي فيميل 18 بهذا الشكل. ممكن نطلب هنا من احمد انه هو يمشي ومن سالي انه تاكل، وبصير الاوتبوت انا عندي بهذا الشكل. او ممكن اعمل طباعه للاوبجكتس، لاحظ كيف النتيجه. ايش طبع لك؟ اسم الكلاس انه هو عباره عن اوبجكت، هنا ات هذا عباره عن عنوانه في الذاكره. وفعليا انت لما طلبت منه يطبع اوبجكت، مش زي ما انت تطلب منه يطبع string ولا number، كيف بده يطبع لك اياه؟ كيف بده يطبع لك اياه الاوبجكت؟ مش معرفه هاي الشغله، تمام؟ فايش راح سوى؟ راح طبع لك انه هو عباره عن اوبجكت من البيرسون كلاس، وهي عنوانه في الذاكره. هاي الشغله احنا ممكن انه احنا نعدلها ونحكي له انه كيف السترينج ريبريزنتيشن في الكلاس. طلع لي هنا لما حكينا الدوال تبعت الكلاس ايش في عندي، حكينا عن الانت صح؟ وين هالانت؟ هاي تمام. في عندي دالة الاستيار، هيا حنحكي عليها. ايش الاس تي ار بتسوي؟ بتعرف السترينج ريبريزنتيشن تبع الكلاس. عشان هيك هنا ايش حسوي؟ الكلاس بيرسون بروح بعرف def underscore underscore str وبتاخد self. بدي اعرف السترينج ريبريزنتيشن تبع الكلاس. اوكي. تمام؟ وهنا بنحكي له return لسترينج. ايش السترينج هذا؟ في ثلاث حقول مفصولة بالسلاش تي. وايش هم هدول الحقول؟ فورمات. ايش ال self dot name self dot age self dot gender. فبالتالي انت بتبين له كيف بيتم تمثيل الاوبجكت هذا كسترينج، انه البيان الاول سلاش تي، البيان الثاني سلاش تي، البيان الثالث سلاش تي، ممكن تطبعهم كل واحد في سطر، فانت ورجيته كيف بيتم تمثيلهم. ممكن ما تطبعش كل البيانات، ممكن بس تطبع النيم، تمام؟ مش ضروره انه انت لما تطبع بيرسون تطبع كل المعلومات تبعته. فبالتالي هنا حورجي لك، حعدل لك هاي الشغله، وهنا حنطبع بس النيم. بس خلينا اول نشوف هنا، خليني ارجع اشغل هاي زي هيك، وهنا التعريف كمان مرة. لاحظ هنا في الطباعة ايش راح يصير، راح يختلف الوضع. ركز معايا، طبعا string representation كيف عرفنا؟ عرفنا انه احنا عرفنا دالة اسمها str بالضبط. ولو انت بدك تحكي name نقطتين احمد age 22 أو 20، جندر ميل، ممكن تعملها، أنت بتحدد الـ representation. لكن هنا الفكرة في الموضوع إنه لما بتعمل برنت على الشاشة بطبع الأوبجكت نفسه لو ما كانتش معرفة الـ STR، دالة الـ STR. لكن لو كانت معرفة بطبعها زي ما أنت معرفها، لأنه إحنا بنعمل هنا return لسترينج. خلينا نعدل إحنا هنا ونعمل
فيش داعي ان انا اقول لك مين هذا الشخص، تقول لي هذا احمد وعمره 22 وهو خلاص، احكي لي اسمه بس. فهنا حرجع string، ايش هو السترينج هذا؟ self.name ايش التايب تبعها؟ string. فعشان هيك انه هي string representation، فقط بيكفي الاسم. خلينا نشوف كيف راح يختلف. انا عندي هنا شايف لما تعمل print للبيرسون بيطبع لك اسمه، تمام. ممكن اجي اقول لك في الامتحان انه بدي اياك تعمل class student، ولما تطبع لي student تطبع لي رقم الجامعة حسب ما هو مطلوب. يبقى string representation تبع object student هو عبارة عن رقم الجامعة. ممكن اقول لك اطبع لي رقمه واسمه زي هيك، تمام. فبالتالي انت بتحدد ايش السترينج ريبريزنتيشن، مفيش مش بالضروره انه انت تطبع كل البيانات، تمام؟ واضح؟ طيب